كبير للجزائر، لاني انا جيت من الجزائر. والله نعم، هذه نحبوها احنا. هذا الحقيقه، لاني هذا خبرتي فقط. قبل ان اتي الى الجزائر، انا سافرت الى المغرب والاردن وحتى في ماليزيا اندونيسيا، والحمد لله ما كان عندي مشكله. لكن حين جيت الى الجزائر 2009، تعرفت ناس كثير و يحترموني ويستقبلني بطريقة جيد جدا، حتى الشرطة والدرك والجيش، لأني ذهبت إلى أدرار كنت أتكلم مع الجيش والدرك الوطني والشرطة، وقالوا لي لماذا أنت هنا؟ أنا قلت أنا أريد أن أدرس الإسلام والقرآن خلاص. قالوا لي مرحبا بك، ليس عندك أي مشكلة. وحتى الآن جيت إلى الجزائر وما عندي أي مشكلة، وأنا سعيد جدا لأني في خبراتي مثلا في لبنان أو في بلدان عربية أخرى في مشكلة الآن، لأن بعض الناس يفكر أنت غريب، أنت مسلم وربما تكون متشدد.